زوج اليورو دولار EUR USD على فريم أسبوعي. اللحظة مستويات اللي وصل إليها ثم هبط منها هبوط قوي، خصوصا مع العوامل اللي صارت من ناحية السياسة ومن ناحية الحروب إلى آخره. إحنا الآن في هذه المنطقة، هل تعتبر منطقة مثالية للاستثمار؟ شخصيا أنا أتصور والله أعلم أن الهبوط لم ينتهي بعد، والله أعلم. يعني حتى لو صارت عندنا ارتدادات فوق نحو الأعلى، الهبوط سيواصل إلى منطقة إلى هذه المنطقة لهذا المستطيل. أنا أتصور أن وصول إلى هذه المنطقة يعتبر جدا خرافي للأشخاص اللي هم ناويين يدخلون صفقات طويلة المدى. أنا بدخل صفقة لمدة 6 7 8 10 شهور، سنة سنتين، إلى وين؟ أنا أتصور أنه هو بيروح لهذا المستوى. فنتكلم عن في الفوركس شيء خيال، تعتبر صفقة عمر لو صارت ونزل لهذا المستوى. حاليا بالنسبة للمضاربين أو الأشخاص اللي أنا بدخل صفقات صغيرة، طالما هو في هذه المناطق الآن فهني هو بيصير عندك تذبذب، لكن بيكون عندك حركة سريعة. فحاول بقدر الإمكان لو بغيت تدخل بحجم تداول عالي لازم تخلي لك وقف خسارة، لأن في أي لحظة لو طار طار. لكن لو دخلنا مثلا على السل وهبط أمورك في السليم، مع ذلك أقول وقف الخسارة لازم تحطه عندك يكون مناسب. حاول إنك ما تدخل يعني بأكثر من، يعني خلينا نقول إحنا المخاطرين عادة ندخل إذا حسابي 10,000 دولار أدخل بون لوت كماكسيمم، لكن في المنطق هذا غلط. إحنا نقول إن حاول بقدر الإمكان ما تدخل بهذا النسب. يعني لو فرضنا إن أنا حسابي فيه خلينا نقول 10,000 دولار، المفروض إن أنا أدخل 0.07 لوت. خليني أكتبها لك هنا 0.07 لوت. هذا يعتبر هو الحد الأعلى المنطقي أن أنا أدخل فيه لكل 10,000 دولار. أكثر من هذا المستوى باعتبار مخاطرة. احنا أعرف أن دائما مشكلتنا احنا في الفوركس أن النفسية تلعب، تشوف قاعد الفلوس تجيلك بالهبل فتصير مغريات بحيث أن تخلي حتى أكثر الناس منطقيين أنهم يتخلون عن المنطق وقت التداول. فدائما القاعدة تقول وقت قبل التداول أنت عقلك ومخك وياه، مجرد تفتح الصفقات خلاص تبدأ أنك تختفي. هذا تصير عند أكبر المحللين وعند أكثر التجار والمستثمرين، هذا شيء طبيعي. ولكن حاول بقدر الإمكان لكل 10,000 دولار تدخل بكل الصفقات المفتوحة 0.07 لوت، بغض النظر عن الرافعة اللي عندك هي 1 إلى 100 أو 1 إلى 50. حاليا إذا تبغى تدخل صفقات أنا برأيي تدخلها على السل، حاول إن أي ارتفاع بسيط إنك تدخل فيه بيع. في هذه المنطقة أنا أتصور إنه هو ما زال، والله أعلم.